لم تمنعهم إصابتهم من ممارسة اللعبة الأكثر شعبية في العالم. بعضهم يرى الموضوع تحدي، وبعضهم الآخر يراه طبيعي وجزءا من حياتهم الاعتيادية. فلنتعرف معا على فريق كرة القدم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فابقوا معنا. لاعب كرة قدم؟ ايه اكيد. قد ايش صار لك؟ صار لي قرابة 3 سنين. من بعد الإصابة ولا قبل؟ لا طبعا بعد الإصابة. قبل الإصابة ما كان عندي هواية نهائيا لكرة القدم، وما كنت ألعب كرة قدم نهائيا. يعني كنت مو أكرهها بس ما عندي نهائيا هواية لها، يعني ولا ألعب كرة قدم. شو اللي بيخليك بعد الإصابة إنك تلعب كرة قدم؟ بعد الإصابة شكلوا فريق كرة قدم هون بعفرين. اندعيت للفريق ما رضيت والله بالبداية، لأني ما عندي هالهواية لكرة القدم. بعد ما تشكل الفريق قرابة 6 7 شهور حبيت صرت اروح احضر، وسبحان الله استمتعت يعني باللعبة وبالطابة، فصرت اتمرن ومارس هاي الهواية. الحمد لله عجبتني وصرت هلا لاعب هجوم ولاعب اساسي بالفريق. الحمد لله يعني، والفريق كله والله الحمد لله متميز باللعب. تفاعلك مع الموضوع بانه هو شكل طبيعي هو محفز للناس؟ ايه الحمد لله، يعني هي طبيعتي هيك الحمد لله رب العالمين، وما بضايقني يعني ما موجود الطرف او شيء. يعني هلا في عندنا مصابين ما بيحسنوا يشلحوا الطرف لاقوا معيبه بحقهم او شيء، اما انا بالنسبه لي عادي، يعني شكل عادي يعني طبيعي جدا. هلا خلصت يعني ريحت؟ هلا ريحت شوي. انا اكبر لاعب لاني. قديش عمرك؟ عمري 52 سنه، ومقضي المباراة الحمد لله بصحة جيدة وبهمة عالية. من أنت بلشت الكرة القدم؟ بلشت اللعب من وقت ما جيت على الشمال السوري، صار لي 3 سنوات تقريبا. يعني قبل البتر ولا بعد؟ بعد البتر، لأنه قبل البتر كنت ماني فاضي. أنا هوايتي الطابة، قبل البتر كنت هوايتي الشغل، يعني التجارة وبيع وشراء. يعني أنت لعبت بعد الإصابة؟ بعد الإصابة أسست فريق طابة، بلشنا فيه 6 لعيبة، هلا عندي 25 لاعب ذو الهمم العالية. بحبوا هي التسمية ذو الهمم. احنا ذو الهمم مو إعاقة، لأنه الإعاقة هي العقل، أما جسم ما شاء الله صحة جيدة، قوة الحمد لله، قوة بدن، قادرين نروح عند سيدنا محمد ونطوف حول البيت بالعكازات. الله يكرمكم، بس ما شاء الله الروح عالية جدا. الحمد لله الحمد لله، لأنه الإصابة ما عاقتنا، قلت لك الأساس الإصابة ما هي إعاقة. احنا اعتمدنا على جهدنا وحياتنا ما وقفت عند إصابتنا، أنا مصوب صلي 10 سنوات هلا. الحمد لله ما وقفت الحياة، عندي 6 أولاد. يعني همي عالي الحمد لله. بالمجال الشغل بتشتغل؟ هلا لا ما بشتغل، نفرغ حالي للطابه والعباده والصلاه، وانا مؤسس للفريق. يعني ابو عامر انت الكابتن. اي نعم. بدي تحكي لي عن اهم قواعد اللعبه، شو اللي بيميزها عن كره القدم بالنسبه للناس الاصحاء واللي ما عندهم بطوله؟ طبعا اللي بيميزها نحن بنلعب على عكازات، والاصحاء بيلعبوا بدون عكازات على قدمين. نحن الحمد لله عندنا فريق كامل مكمل، عندنا 22 لاعب. 22 لاعب اليوم قسمنا على فريقين، كلهم مبتولين الاقدام، عندنا 4 حراس مبتولين اليد الواحده، هي قانون كره القدم مبتولين الاقدام. والحمد لله عندنا فريق مثالي، طلعنا على تركيا الحمد لله وربحنا على فريق مراكش 2-1. شاركتوا بمسابقات برات سوريا؟ شاركنا برات سوريا وربحنا 2-1 الحمد لله، كان في حضور جماهيري وكانت مقوله على البث مباشر عبر قناه تركيا. والحمد لله همه عاليه عند الشباب والامور كلها الحمد لله. هذا اللي بلاحظه عند كل اللاعبين، دائما في همه عاليه. الحمد لله همه عاليه والشباب ما عم يقصروا، يعني شفت عينك اليوم كيف اللعب كان. ليش بيتم اختيار الحراس من مبتوري الاطراف العلويه؟ هلا بما انه اللاعب مبتوره اجره اليمين او اليسار، اكيد الحارس بده يكون رايح حد ايده اليمين او اليسار. يعني هيك بتكون اسهل بالنسبه لموقع مركزه. شروط نظام اللعبه بيكون اللاعب مبتور القدم والحارس مبتور اليد. هي يعني شروط واساسيات، يعني خلينا نقول هي من قواعد اللعبة. قواعد اللعبة. بدي كنت عم تحكي لي عن ابرز الاحتياجات اللي بتتطلبها هي اللعبه واللي انتم بتحتاجوها كمان بحياتكم بشكل عام، شو هي اكثر شيء بتحتاجوه؟ نحن بنحتاج كل شيء، يعني دعم معنوي ودعم مثلا منظمه تكفلنا وتكفل اطفالنا، لان نحن بحاجه لشيء، نحن مبتورين. تشتغل؟ لا بارك، انا من 5 سنين ما بقدر اشتغل، انا مبتور، يعني مبتوره ايدي اليمين اجي اشتغل. ما كانت مهنتك سابقا؟ عامل. هلا يعني ما بتقدر تشتغل اي مهنه؟ لا ابدا. شو بتعني لك طيب كره القدم هلا اللي عم تمارسها؟ معنويات كبيره، وانه ارتدت لي الروح، انه شفت هالفريق المصابين هذا نزلت في قلبه
يعني كانت همتي انا وقت اللي اصابت كانت همتي صفر، بس وقت اللي فت على الفريق هذا وشفت هالفريق المصابين هذا يعني زادت همتي وصارت يعني عندي دعم بنفسيتي اني اطلع اشتغل، وصرت اني مثلا اخذ حقي وامشي بين الناس. كنت قبل اخجل انه مثلا كاني مصاب، بالعكس هلا انا يعني مرتاح نفسيا معهم. اليوم عاملين فعالية لذوي الإعاقة مشان نساعد نحن اليوم في دمجهم في المجتمع وتعليم شرائح المجتمع الأخرى الإصرار والتقديم الشيء اللي الموجود عندك أنت ما تبخل فيه لغيرك، تعلموا أنت الإصرار، تعلموا يقدموا أفضل ما عندهم ولا يستسلموا لظروفهم ولواقعهم اللي هن فيه. تمام، اليوم منظمة بهار هي رائدة في مجال العمل الإنساني سواء القطاعات الطبية أو الإغاثية أو الأمن الغذائي، زائد موضوع الحماية. نحن كمان بنولي أهمية كبيرة لموضوع الحماية بشكل عام، واليوم نحن هي هالنشاط هذا هو احد نشاطات اللي بنقوم فيها نحن في المراكز، هي جزء من برنامج الحمايه نحن بنقدمه في منظمه بهار.